حاجه جميله. طبعا يعني كل ده يعني اكيد من ضمن حاجات كتير قوي بيقوم بيها الفتره اللي فاتت كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يعني عايز اقول لكم ان الحقيقه ملفات كتير، احنا عندنا اخبار كتير ونشاطات كتير وفعاليات كتير كان بيشرف عليها كابتن محمود الخطيب طبعا، وبيشرف على تنفيذها كلها وفقا للخطه الزمنيه المحدده. هو تقريبا من وقت ما رجع من المغرب مع الفريق وهو تقريبا يعني كل ساعه بيتابع وبيناقش ملف من الملفات. امبارح كمان كمل جولاته التفقديه اللي بداها من يومين بفرعي الشيخ زايد ومدينه نصر، وكمان جوله في مقر النادي بالجزيره، ووجه بسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الانشائيه وفقا للخطه الزمنيه المحددة لخدمة كل الأعضاء، والتي الحقيقة تسير بالتوازي مع الملفات الأخرى داخل النادي الأهلي وعلى كافة الأصعدة الرياضية والإدارية. تضمنت الجولة التفقدية بمقر الجزيرة أعمال التطوير في البوابة الرئيسية، وكمان تعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الإنشائية وموعد الانتهاء منها، كما تابع رئيس النادي الأعمال الإنشائية التي تجري حاليا في منطقة الخدمات، ومن بينها إنشاء صيدلية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وكمان تفقد أعمال تطوير مدرجات التتش الجديدة، وتعرف على موعد الانتهاء من الدور الثاني والثالث داخل المدرج، واللي هيتضمن إقامة غرف خلع ملابس وكمان مكاتب إدارية خاصة بقطاع النشاط الرياضي. وكان طبعا بيرافقه كل من الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأيضا المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي.